الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد. فمع المحاضرة الثانية في مادة مدخل إلى علوم الشريعة، وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من شرح الوحدات الثلاثة الأولى، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في التحليل النصي للوحدة الأولى. ونرى الآن على الشاشة العنوان الآتي: شرح بعض النصوص والتراكيب في الكتاب المقرر، التحليل النصي، الوحدة الأولى. النص الأول: ورد في الكتاب في الوحدة الأولى في الهامش ما نصه؟ قال: في لسان العرب: الشرع والشريعة في كلام العرب مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له، ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء. التعليق على هذا النص: القائل هو ابن منظور صاحب معجم لسان العرب، وهو من أهم المعاجم اللغوية العربية، ومورد المياه هذا لا يطلق عليه لفظ شريعة إلا إذا كان ماؤه واحد عدا، والعد جاء تفسيره بما يليه، وهو ما لا انقطاع له. الأمر الثاني: أن يكون المورد هذا المياه ظاهرا أي معينا لا يسقى بالرشاء، والماء المعين هو الظاهر الذي يجري على وجه الأرض ولا يحتاج إلى الرشاء للسقيا منه، والرشاء هو الحبل الذي يربط الدلو في نهايته ويدليه الإنسان إلى البئر ليستقي منه. فالشريعة هي موضع المياه الذي يرده الناس للسقيا، ويلزم لهذا الموضع حتى يطلق عليه لفظ الشريعة أن يكون الماء فيه غير منقطع وظاهرا أو طافيا على السطح، ولا يحتاج للرشاء للسقيا منه أي عدا معينا. وقد يعترض معترض فيذكر أن الشرط الثاني وحده يكفي لإطلاق لفظ الشريعة على مثل هذا المورد أو الموضع، ولكن اعتراضه هذا ليس في محله، لأنه لا يلزم من كل موضع مياه بدا ماؤه على السطح أن يكون الماء فيه غير منقطع، فقد يكون الماء ظاهرا وطافيا ولكن ليس على الدوام، فقد تغور ماء العين ويجف موضعها. يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. النص الثاني: ورد في الكتاب أيضا في الوحدة الأولى في الهامش أيضا ما نصه؟ قال الراغب الأصفهاني: الشرع نهج الطريق الواضح، يقال شرعت له طريقا، والشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج أي المستقيم، فقيل له شرع ومشروع وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية. قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فذلك إشارة إلى أمرين: أحدهما ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق ليتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، الثاني ما قيد الله له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ، ودل عليه قوله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. التعليق على هذا النص: نرى في هذا النص أن الراغب الأصفهاني يتناول المعنى اللغوي الثاني للشريعة، فالأول كما مر هو مورد أو موضع المياه الدائم المعين، والثاني هو في الأصل نهج الطريق الواضح، والشريعة تدخل في باب المصادر، والمصدر هو الحدث الذي يدل على المعنى المجرد كالكرم والبخل والسعادة وغير ذلك من مصادر. ثم انتقل لفظ الشريعة أو الشرع من المصادر إلى الأسماء، كأن يأتي إلينا إنسان ما مشهور بالكرم فنقول عنه: جاء
الكرم كله أو بعينه أو بخيره أو غير ذلك. فقد عبرنا عن الاسم وهو الرجل الكريم بالمصدر، وهذا شائع في اللغة. فالشريعة في أصلها مصدر بمعنى نهج أو انتهاج الطريق الواضح والمذهب، وثم انتقلت من المصدرية إلى الاسمية فصارت بمعنى المذهب والطريق الواضح نفسه. ثم يشير الراغب الأصفهاني إلى أن ما حدث في اللغة من تحول لفظ الشريعة من المصادر إلى الأسماء قد انتقل إلى الطريقة الإلهية. فلو قلنا إن الشريعة اصطلاحا هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه للناس في الكتاب والسنة، فهي في الأصل انتهاج أو نهج الأحكام التي شرعها الله سبحانه للناس في الكتاب والسنة. فصارت من نهج الأحكام إلى الأحكام نفسها، أي من المصدر إلى الاسم. ثم ذكر الراغب الأصفهاني أن قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها يشير إلى أمرين: الأول ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق ليتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد. الثاني ما قيد الله له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ، ودل عليه قوله سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي أن قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يترك للإنسان أن يحدد طريقه في الدنيا لأجل دنياه، وطريقه في الدنيا أيضا لأجل آخرته. فالأول هو طريق السعي والرزق، وأن لكل إنسان أن يختار طريق معاشه الذي يعود عليه بالنفع الخاص. واختلاف الناس وتفاوتهم في نوع العمل يلزم عنه النفع العام للعباد والبلاد، وبه تدوم حياة الإنسان على الأرض. والثاني هو أن الله سبحانه وتعالى أرشد الإنسان إلى اختيار الدين الصواب من جملة الأديان والشرائع التي وجدت على الأرض، والتي نسخت بالدين الأخير الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه. ومعنى نسخت أي ألغيت أحكام الأديان السماوية السابقة، وبقي منها دعوة التوحيد، وألغيت الأديان الأخرى جملة وتفصيلا. ولذلك فإن الله سبحانه أمر الإنسان باتباع كل دين يأتي به رسول جديد حتى جاء الدين الخاتم أي الإسلام فأمر باتباعه. يدل لهذا قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. النص الثالث في الوحدة الأولى ورد في الكتاب في الوحدة الأولى ما نصه: الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي، فإن جميع قوانين العالم قديما وحديثا لوحظ فيها اقتران الجزاء بموادها حتى تضمن تنفيذ أحكامها، وللشريعة الإسلامية نفس السمة بالإضافة إلى الجزاء الأخروي. وهذا الجزاء الأخروي يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة سواء أكانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح، وسواء أكانت من مسائل المعاملات أو من مسائل الجنايات، وسواء عوقب عليها الإنسان في الدنيا أم لا، إلا إذا تاب وحسنت توبته فلا يعاقب عليها في الآخرة، وقد لا يعاقب عليها في الدنيا في حالة واحدة هي حالة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. التعليق على هذا النص: من المعلوم أنه لا شفاعة في حد إذا رفع إلى ولي الأمر، والنصوص والوقائع تفيد هذا الأمر وتؤكده، مثل الحديث الصحيح الذي نعلمه وهو ما رواه عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثابت أنه لا شفاعة في إقامة الحد ما دام أنه بلغ ولي الأمر حتى لو تاب صاحبه، ولكن استثني من هذا المبدأ حد قطع الطريق، وهو ما يعرف بالحرابة. والحرابة أو الحرابة هي غالبا اتفاق مجموعة من الأشخاص المسلحين على قطع بعض الطرق والهجوم على المارين بغرض أخذ أموالهم، وقد يصحب ذلك قتل وهتك للأعراض. فالجريمة هنا قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. مفردة إذا اقتصرت على قطع الطريق وحده ولم يصاحبها جريمة أخرى مثل أخذ الأموال أو القتل أو هتك الأعراض أو التسبب في الإيذاء الجسدي كالجروح والكسور أو غير ذلك من جرائم. ففي الحالة الأولى، وهي أن تكون الجريمة مفردة بأن تقتصر فقط على قطع الطريق، ثم يعود هؤلاء المحاربون إلى رشدهم فيقلعون عن جريمتهم ويتوبون إلى الله سبحانه، ثم يسلمون أنفسهم لولي الأمر لعلمهم أن الشرطة تبحث عنهم، فهنا لا يقع عليهم العقاب ويعودون إلى المجتمع عودا جميلا، يمارسون حياتهم كأن شيئا لم يكن، الأمر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. ففي هذه الحالة ينطبق عليهم قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وفي الحالة الثانية، وهي أن تكون الجريمة مركبة وقد تابوا وسلموا أنفسهم كالحالة الأولى، فإن ذلك لا يعفيهم من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى عليهم في الجرائم الزائدة عن أصل الحرابة. النص الرابع ورد في الكتاب في الوحدة الأولى ما نصه، والمقصد العام للشريعة الإسلامية أساسا هو جلب المصالح ودرء المفاسد. التعليق على هذا النص: اتهم بعض الناس الشريعة الإسلامية بسبب هذا المقصد العام الذي تسعى إليه أو تسعى إلى تحقيقه بمذهب أو مبدأ النفعية، وأن الشرائع السماوية لا ينبغي لها أن يلتصق بها هذا المبدأ، الأمر الذي يتعارض مع رسالتها العقائدية والأخلاقية في الارتقاء بالإنسان والترفع به، من أن يكون تعامله مع الآخرين هو أنه لا يعطي إلا إذا أخذ. والرد على هذه الفرية من وجوه، منها: أولا، الخطأ في تفسير هذا المقصد العام، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يضره من عصاه ولا ينفعه من أطاعه، وهو سبحانه الذي أنزل شريعة الإسلام على عباده حاملة من صفاته سبحانه ما يأخذ بالإنسان إلى سعادته في الدارين. فالأصل في مبدأ درء المفاسد وجلب المصالح هو حرص الشريعة على درء المفسدة وجلب المصلحة للإنسان دون انتظار ما يقابله. فهل أخطأت الشريعة حين أزاحت دلالات الشرك وخرافات العقل عن الإنسان؟ وهل أخطأت الشريعة حين أجابت الإنسان عن أسئلته التي ظل حائرا في الإجابة عنها، مثل السؤال عن الفائدة من خلقه وأين سيكون مصيره بعد موته؟ وهل أخطأت الشريعة لأنها أرشدت الإنسان إلى الطريق الذي يسعد به في دنياه وأخراه؟ وهل أخطأت الشريعة أيضا حين خصصت جزءا من نصوصها في دعوة المسلم إلى تقديم كل ما يستطيعه في عون أخيه، بل جعلت ذلك داخلا في مسمى الإيمان؟ ففي الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
فأين هذا من مبدأ النفعية الذي يدعو الإنسان إلى أن يكون عبدا للمال وألا يرى في الآخرين إلا ما يعود إليه؟ ثانيا، القصور في تفسير هذا المقصد العام. فالمصلحة التي ينتظرها الإنسان النفعي يشترط لها أن تكون في الدنيا، لأننا إذا خاطبنا هذا الإنسان بأن ينتظر المصلحة المترتبة على فعله في الآخرة اعتقد أننا نبيع له الوهم، ولم يرضى إلا تحصيل منفعته عاجلا غير آجل. هذه هي مصلحة مبدأ النفعية. فهل هذه المصلحة هي نفسها المصلحة في شريعة الإسلام؟ ويكفي ليتبين لنا الفرق بينهما أن نعلم أن الشريعة جعلت الدنيا بما فيها من مصالح وسيلة للغاية العظمى، وهي ما عند الله في الآخرة. ثالثا، الخلط بين مبدأين، مبدأ الحقوق والواجبات ومبدأ النفعية. فشريعة الإسلام حرصت على المبدأ الأول لأنها تخاطب جميع البشر ولا تقتصر في خطابها على طائفة الخير المجرد التي تفعل الخير ولا تنتظر مقابلا له لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تفعله بدافع الرحمة أو التعاون أو الحياء أو غير ذلك. وهذه الطائفة هي المفهوم العكسي لمبدأ النفعية. فهل ستقوم الحياة إذا كان الإنسان مكلفا فيها بأن يعطي دائما ولا يأخذ أبدا حتى أجرة العمل؟ لا شك أن ما عنده سينفد، وأن الحياة لا يمكن أن تقوم بمثل هذا أبدا، وإنما تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات مع الدعوة إلى فعل الخير رجاء أن يعود إليه في الدنيا والآخرة. نأتي بعد ذلك إلى أسئلة الكتاب المقرر لنجيب عليها. فأسئلة الوحدة الأولى، السؤال الأول، اختر الصحيح. رقم واحد، الشريعة في لغة العرب هل هي التوجه أم المذهب أم الفكرة؟ اثنين، من خصائص الشريعة الإسلامية الشدة، الحرية، الربانية. ثلاثة، الجزاء في الشريعة الإسلامية أخروي ودنيوي، أخروي دنيوي. فالإجابة بالنسبة للسؤال الأول، الشريعة في لغة العرب هي المذهب، ومن خصائص الشريعة الربانية، والثالث أن الجزاء في الشريعة أخروي ودنيوي. الإجابة المذهب، الربانية، أخروي ودنيوي. السؤال الثاني، علل لما يأتي، صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. الإجابة لأن الشريعة الإسلامية هي خاتمة أديان السماء إلى الأرض، فلا بد أن تشتمل على جميع الأحكام التي يريدها الله سبحانه وتعالى من خلقه، إذ لا شريعة تأتي بعدها لتستدرك ما فاتها. ولذا فشريعة الإسلام لا تقبل النسخ بشريعة أخرى، ويستلزم عن ذلك أن تكون قواعدها وأحكامها كافلة للناس تحقيق مصالحهم، وأن تواكب تقدم البشرية ورقيها. وهذا بالفعل ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية في قواعدها وأحكامها، ولذلك فقد أمكن رجوع أحكام الشريعة كلها إلى مبدأ واحد، هو درء المفاسد وتحقيق المصالح. وكثيرا ما تأتي الأحكام الشرعية معللة بتحقيق المصالح، هذه المصالح التي تقوم على حفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل. يقول سبحانه وتعالى في عموم الشريعة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. السؤال الثاني أيضا، علل لما يأتي، عموم الشريعة الإسلامية. الإجابة تستلزم إجابة هذا السؤال الإجابة السؤال السابق، ونضيف إليها شمول الشريعة لجميع ما يصدر عن الإنسان. فعموم الشريعة يعني أنها تصلح لكل الأزمنة والأمكنة، كما يعني عموم أحكامها وشمولها. فهي تشمل الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر ومحل دراستها علم التوحيد أو الكلام، كما تشمل الأحكام المتعلقة بالأخلاق كوجوب الصدق والأمانة ومحل دراستها علم
الأخلاق أو التصوف الإسلامي الأصيل لا الدخيل، كما تشمل أحكامها الأمور المتعلقة بأقوال وأفعال الإنسان في علاقاته مع غيره، ومحل دراستها علم الفقه. في السؤال الثاني أيضا علل لما يأتي: نجاح الشريعة الإسلامية وفشل النظم الحديثة في تحريم الخمر. الإجابة: لأن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، وقد أكسبها هذا هيبة واحتراما بما يضمن الاستجابة لأحكامها الاستجابة الفورية مثل تحريم الخمر، فقد استجابت جموع المسلمين وامتنعت من الاقتراب منها منذ تحريمها إلى الآن، وقد حاولت بعض الدول الغربية منع شرب الخمر وعاقبت على المخالف، ووظفت بعض أجهزة الدولة في تعبئة الرأي العام ببيان أضرار الخمر، بيد أنها لم تستطع منع الناس من شربها فاضطرت إلى إباحتها، حتى صار احتساء الخمور عندهم كشرب الماء عندنا معاشر المسلمين. نأتي إلى السؤال الثالث: أشرب الصواب أو الخطأ؟ رقم واحد: لا فرق في الشريعة بين الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع. اثنين: الشريعة الإسلامية تمتاز بأن أحكامها عامة. ثلاثة: تؤخذ الشريعة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإجابة: الأول خطأ، والثاني والثالث صواب. نأتي للسؤال الرابع، وهو أيضا: أشرب الصواب أو الخطأ؟ يستهدف الإسلام تحرير العقل البشري عن طريق العقيدة الصحيحة. اثنين: تقصد الأحكام الشرعية تحقيق المصالح التحسينية فقط. ثلاثة: الحفاظ على الدين من المصالح الضرورية. والإجابة أن الأول صواب، والثاني خطأ، والثالث صواب. السؤال الخامس: اختر الصحيح. من المصالح الضرورية حفظ الدين والنفس، وهل العقل أم القلب أم اللسان؟ ثانيا: الصلاة في جماعة من المصالح الضرورية التحسينية التكميلية. الثالث: حرمت الشريعة الإسلامية الزنا للحفاظ على الأموال أم الأعراض أم الأديان؟ والإجابة: الأول من المصالح الضرورية حفظ الدين والنفس والعقل، والثاني الصلاة في جماعة من المصالح التكميلية، والثالث حرمت الشريعة الزنا للحفاظ على الأعراض. السؤال السادس: علل لما يأتي في ضوء فهمك لمقاصد الشريعة. الأول: مشروعية البيع والشراء. الإجابة: لإيجاد المال وحفظه، فالمال من مقاصد الشريعة الضرورية. والإجابة مختصرة لأن في السؤال حدد نطاق الإجابة وهو المقاصد الشريعة، وليس الإجابة عامة وإنما في نطاق مقاصد الشريعة فحسب. السؤال السادس أيضا: علل لما يأتي تحريم شرب الخمر في ضوء المقاصد. لحفظ العقل من أن يفسد، فالعقل من مقاصد الشريعة الضرورية. تابع السؤال السادس: علل لما يأتي في ضوء فهمك لمقاصد الشريعة الحث على الزواج. الإجابة: لإيجاد النسل، والزواج أيضا سبب لإيجاد النفس والعقل، فهما من تكوين الإنسان الذي لا يأتي إلا بالزواج والتناسل، ولو لم تدع الشريعة إلى الزواج وتبتل الناس لذهب النسل بما يحمله من نفس وعقل، وكل ذلك من مقاصد الشريعة الضرورية. نأتي بعد هذا إلى الوحدة الثانية في التحليل النصي لبعض نصوصها، شرح بعض النصوص والتراكيب في الكتاب المقرر التحليل النصي الوحدة الثانية. النص الأول الذي نقف عنده هو ما ورد في الكتاب في الوحدة الثانية، يقول النص: وأما في الاصطلاح فقد عرفه عبد العزيز الجرجاني بأنه أي الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. التعليق على هذا النص:
نجد أن التعريف وصف الأحكام بأنها شرعية، وحتى وذلك حتى لا يدخل في نطاقه الأحكام غير الشرعية، كالأحكام الحسية كالنار محرقة، وأحكام وقواعد العلوم الأخرى كأحكام علم النحو والصرف والكيمياء والفيزياء وغير ذلك من علوم. كما وصف التعريف الأحكام أيضا بأنها عملية، ذلك أن الأحكام في الشريعة على ثلاثة أنواع. أولا الأحكام الاعتقادية، وهي المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، كوجوب الإيمان به والإيمان بالملائكة والبعث، فهذه أحكام شرعية لا تتعلق بأفعال المكلفين، وإنما تتعلق بعقيدتهم، ومحل دراستها علم العقيدة والكلام. ثانيا الأحكام الأخلاقية، وهي التي تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها، كوجوب الصدق والأمانة والوفاء، ومحل دراستها علم الأخلاق أو التصوف الإسلامي الأصيل لا الدخيل. ثالثا الأحكام العملية، وهي التي تتعلق بأفعال المكلفين، كوجوب الصلاة وإباحة البيع وحرمة السرقة والربا، وهي وحدها التي تدخل في نطاق التعريف. كذلك قيد هذا التعريف الأحكام بأنها مكتسبة، أي أن العلم بالأحكام الشرعية العملية إنما يتم بطريق النظر والاستنباط، وذلك حتى لا يدخل في التعريف علم الله سبحانه وتعالى ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي، ولا علمنا بالبدهيات أو الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر، كوجوب الصلوات الخمس، بيد أن تعريف الفقه انتهى بعد ذلك إلى أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء أكانت تلك الأحكام معروفة من الدين بالضرورة ولا تحتاج إلى نظر، أم كانت تلك الأحكام مستنبطة عن طريق الاجتهاد، أم مستفادة من التقليد للفقهاء السابقين. وأخيرا نجد أن الجرجاني ختم تعريفه بأن هذه الأحكام الشرعية العملية مكتسبة من أدلتها التفصيلية، ذلك أن الدليل ينقسم إلى قسمين، الأول دليل تفصيلي أو جزئي، وهو ما يتعلق بمسألة بخصوصها ويدل على حكم بعينه، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا دليل تفصيلي أو جزئي لأنه يدل على حكم جزئي معين وهو وجوب الصلاة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا دليل تفصيلي أيضا لأنه يدل على حكم جزئي معين وهو وجوب الوقوف بعرفة في الحج، فلا حج من لم يقف بجبل الرحمة. والثاني دليل إجمالي، وهو عكس الدليل التفصيلي، أي أن الدليل الإجمالي هو دليل كلي لا يتعلق بمسألة خاصة ولا يدل على حكم بعينه، وإنما هو دليل عام يتعلق بأحكام جزئية متعددة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات. والنص الثاني الذي نقف عنده يقول: وعرفه الغزالي بأنه، أي الفقه أيضا، العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، وهذه الأحكام هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، وتسمى الأحكام التكليفية، كما تشمل الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع، وتسمى بالحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية. التعليق على هذا النص: يتبين لنا من هذا النص أن الحكم الشرعي ينقسم إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والحكم التكليفي هو طلب المشرع من المكلف فعل شيء
أو ترك أو تخير بين الفعل والترك، وهي خمسة أنواع: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. رقم واحد: الواجب هو ما طلب المشرع من المكلف فعله طلبا لازما، مثل إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان إلى آخره. وحكم الواجب هو لزوم الإتيان به، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الثواب على فعله والعقاب على تركه. وأقسام الواجب تختلف باختلاف جهة التقسيم على النحو الآتي: التقسيم الأول باعتبار زمن الأداء، وينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد. والواجب المطلق هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام ولم يعين لأدائه وقتا محددا، فللمكلف أن يفعله في أي وقت يشاء دون أن يكون مقيدا بزمن معين يؤديه، مثل كفارة اليمين، فمن حنث في يمينه فعليه أن يكفر في أي وقت يريد، لأن النص الشرعي الذي أوجب كفارة اليمين لم يعين وقتا محددا لأداء الكفارة، وهو قوله تعالى في آية كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والواجب المقيد هو المقيد بزمن أدائه، وعلى المكلف أن يفعله في الوقت المحدد له، مثل أوقات الصلاة وصوم رمضان. والتقسيم الثاني للواجب باعتبار المكلف بأدائه، وينقسم إلى الواجب العيني والواجب الكفائي. والواجب العيني هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام من كل فرد من أفراد المكلفين به، كوجوب الصلاة على كل بالغ. والواجب الكفائي هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام من مجموعة من المكلفين، وليس مطلوبا من كل فرد منهم بعينه، مثل تعلم المهن التي يحتاج إليها المجتمع، كالطب والزراعة والقضاء والإفتاء إلى غير ذلك. والتقسيم الثالث للواجب باعتبار التقدير والتحديد، وينقسم إلى واجب محدد وواجب غير محدد. والواجب المحدد هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام وعين له مقدارا محددا، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفس التحديد، مثل عدد ركعات كل صلاة ومقادير الزكاة. والواجب غير المحدد هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام ولم يعين له مقدارا محددا، مثل إغاثة الملهوف وإعانة من أشرف على التهلكة وعابر السبيل. فالواجب على المكلف أن يمد يد العون لكن دون تحديد مقدار هذا العون، فكل حسب ما تيسر له. والتقسيم الرابع للواجب باعتبار التعيين، وينقسم إلى الواجب المعين والواجب المخير. والواجب المعين هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام بعينه ولم يجعل للمكلف بعض الواجبات ليختار منها واحدة، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالمكلف ليس مخيرا في فعل واحد من هذه الواجبات، وإنما يجب عليه فعل كل واحد منها على التعيين. والواجب المخير هو ما طلب المشرع فعله على سبيل الإلزام لا بعينه، وإنما خير المكلف أن يفعل واحدا من أمور معينة، مثل آية كفارة اليمين سابقة الذكر، يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالمكلف الذي يحنث في يمينه أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فعل واحد من 3 أمور: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدا من ذلك وجب عليه صيام 3 أيام. والنوع الثاني من أحكام التكليف من الحكم التكليفي هو المندوب، وهو ما طلب المشرع من المكلف فعله طلبا غير لازم. وحكم المندوب هو طلب الإتيان به من غير إلزام، وحكمه الأخروي مرتبط بالقسم الذي يندرج تحته. وأقسام المندوب 3 هي: القسم الأول المندوب المطلوب فعله على سبيل التأكيد ويسمى بالسنة المؤكدة، وهي التي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها وداوم عليها، مثل سنة الفجر وهي صلاة 2 ركعة قبل الفرض، ومثل سنة المغرب وهي صلاة 2 ركعة بعد الفرض. وحكم هذا القسم هو لوم التارك لها غير المعذور والإثابة لفاعلها. القسم الثاني المندوب المطلوب فعله غير المؤكد ويسمى بالسنة غير المؤكدة، وهي التي لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وإنما كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، مثل صلاة 2 ركعة قبل صلاة المغرب. وحكم هذا القسم هو عدم لوم تاركه حتى لو كان غير معذور وإثابة الفاعل. القسم الثالث المندوب الزائد، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته المعتادة الصادرة عنه باعتباره بشرا صلى الله عليه وسلم، وليس لها صلة بالتشريع أو التبليغ عن ربه سبحانه، مثل كيفية مشيه وطريقة كلامه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وحكم هذا القسم هو عدم لوم تركه أيضا حتى لو كان غير معذور في الترك وإثابة الفاعل إن قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أحكام الحكم التكليفي هو المباح، وهو ما خير فيه المشرع المكلف بين فعله وتركه، مثل اللهو البريء. وحكم المباح أنه لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله إلا إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصيغ التي تدل على الإباحة كثيرة، منها ما يأتي: استخدام لفظ الحل، مثل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فذكر كلمة الحل يدل على الإباحة، إباحة الطيبات وإباحة الأكل من طعام أهل الكتاب وإباحة تقديم طعامنا لهم. من الصيغ التي تدل على المباح أيضا صيغة الأمر بما يصرفها عن الوجوب إلى الإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، حيث يحرم على الحاج الاصطياد حال إحرامه ولكن بعد أن يخلع عنه ملابس الإحرام، يعود الاصطياد في حقه إلى حكمه الأصلي وهو الإباحة، فلا يجب عليه الاصطياد بعد إحلاله. فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة كما يقول علماء أصول الفقه. ومن علامات المباح أيضا النص على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، مثل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نأتي إلى النوع الرابع من أنواع الحكم التكليفي،
وهو المكروه، وهو ما طلب المشرع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير جازم، فتركه أولى من فعله. وحكم المكروه هو أن فاعله لا يستحق العقاب، وإن كان يستحق اللوم والعتاب، ويثاب تاركه إذا نوى بتركه التقرب إلى الله تعالى. والصيغ التي تدل على الكراهة كثيرة، منها استعمال لفظ كره واقترانه بدلالة السياق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والنوع الخامس من أنواع الحكم التكليفي هو الحرام، وهو ما طلب المشرع من المكلف الكف عن فعله طلبا جازما. وحكم الحرام هو عقوبة فاعله وإثابة تاركه. والحرام ينقسم إلى قسمين، هما: القسم الأول الحرام لذاته، وهو الذي حكم المشرع بحرمته ابتداء لما فيه من ضرر ذاتي، مثل تحريم شرب الخمر، السرقة، الزنا وغير ذلك. القسم الثاني الحرام لغيره، وهو الذي حكم فيه المشرع بحرمته لأمر عارض، مثل أن يكون بعد أن كان مشروعا في الأصل، مثل تحريم الصيام يوم العيد. وما سبق كله كان عن القسم الأول من قسمي الحكم، وهو الحكم التكليفي وأنواعه. أما القسم الثاني للحكم فهو الحكم الوضعي، وهو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه. وقد سمي بالحكم الوضعي لأن الربط بين شيئين بالسببية، أو كون الشيء شرطا للآخر أو مانعا منه، إنما هو بوضع الله سبحانه وليس بوضع غيره. والحكم الوضعي خمسة أنواع هي: السبب، الشرط، المانع، الصحة، البطلان. الأول السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب مرة أخرى هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، مثل الغنى هو سبب وجوب الزكاة، وعدم الغنى سبب لعدم وجوبه. والسبب على قسمين: القسم الأول ما يكون المكلف موجدا له، مثل السرقة فهي سبب لقطع اليد، فالسارق هو الذي أوجد السرقة، أي أوجد سبب قطع يده. والقسم الثاني للسبب هو ما لا دخل للمكلف فيه، مثل مجيء شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصوم. الشرط تعريفه هو نفس تعريف السبب مع زيادة لا بعد ما، أي هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء لا يلزم منه الصلاة، فقد يتوضأ المسلم قبل النوم دون أن يصلي، ويلزم من عدم الوضوء عدم الشروع في الصلاة حتى لو كانت غير فرض. وهذا بطبيعة الحال إذا كان المكلف واجدا للماء قادرا على استخدامه، لأنه قد يصلي بالتيمم بشروطه. الثالث المانع، وهو ما يلزم من وجوده بطلان السبب. فقد سبق أن ذكرنا أن السبب في تعريف السبب أن الغنى يكون سببا للزكاة، ولكن قد يوجد مانع يؤدي إلى بطلان السبب، أي يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة، كأن يكون صاحب المال مدينا بدين يساوي ما يملكه أو أغلبه، بحيث لا يتبقى له بعد سداد الدين ما يجب فيه الزكاة. فالمانع وهو الدين أبطل السبب وهو الغنى الموجب للزكاة. أربعة الصحة،
هي وقوع الحكم موافقا لما أمر به المشرع بأن يكون مستوفيا لأركانه وشروطه، كأداء الصلاة بأركانها وشروطها. الخامس البطلان، هو وقوع الحكم مخالفا لما أمر به المشرع كأن يكون غير مستوف لأحد الشروط والأركان، كمن يصلي الصلاة دون طمأنينة بحيث لا يستبين أي حرف مما يقرأه في صلاته. نأتي الآن إلى إجابة أسئلة الكتاب المكرر، أسئلة الوحدة الثانية. السؤال الأول، أعد صياغة العبارات الآتية لتكون صحيحة. الأول، لا فرق بين مفهوم الفقه والشريعة. الثاني، الفقه منزل من عند الله بينما الشريعة فهم الرجال نصوص الشرع. ثلاثة، تجوز مخالفة الشريعة ولا تجوز مخالفة الفقه. الإجابة رقم واحد، الفقه فهم العلماء نصوص الشرع بينما الشريعة نصوص الكتاب والسنة. الثاني، الفقه فهم الرجال نصوص الشرع بينما الشريعة هي المنزلة من عند الله سبحانه. الثالث، لا تجوز مخالفة الشريعة بينما تجوز مخالفة أقوال الفقهاء إذا بنيت هذه المخالفة على دليل وليس لمجرد الهوى. نأتي إلى السؤال الثاني، علل لما يأتي. الأول، ارتباط الشريعة بالفقه. والإجابة، ترتبط الشريعة بالفقه بوجود علاقة الكل والجزء بينهما، فالشريعة أعم من الفقه وهي تشمل الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والعملية، أما الفقه فيقتصر على الأحكام العملية فقط، فالفقه أحد علوم الشريعة، كما أن الفقه لا يخرج في أحكامه عن استلهام روح الشريعة ومقاصدها، وليس لأحكامه أن تخرج من عباءة الشريعة ولا أن تبتعد عن مظلتها. تابع السؤال الثاني أيضا، علل لما يأتي. قابلية الأحكام الفقهية للخطأ. والإجابة، لأنها ليست منزلة من عند الله سبحانه، وإنما هي من اجتهاد الفقهاء، وهذا الاجتهاد يقبل الصواب والخطأ. والمراد بالأحكام الفقهية هنا هو الأحكام الاجتهادية وليس الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، فهذه لا تقبل الخطأ مثل وجوب الصلاة. نتابع أيضا السؤال الثاني، علل لما يأتي. استمرارية التجديد في الفقه الإسلامي. والإجابة، لأن الفقه الإسلامي يشتمل على ثوابت كما أن فيه متغيرات، فالثوابت هي الأصول الثابتة بالأدلة القطعية، وهي ثابتة لا تتغير بتغير الأعراف ولا الأزمنة ولا الأمكنة، مثل إباحة الطيبات ووجوب الصلاة. وأما المتغيرات وهي المعنية بالسؤال هنا، فهي الأدلة الاجتهادية كالقياس التي لها من المرونة والتكيف مع الواقع المتجدد ما يسمح لها بالتغيير والتطور، فالفقه لابد له أن يواكب كل جديد تفرزه الحياة. ونصوص الشرع كما نعلم متناهية على الرغم من كثرتها، فكان لابد لهذه الأدلة الاجتهادية أن تكون مرنة الجدار حتى يمكنها استقبال حوادث ومستجدات الحياة. نأتي بعد ذلك إلى السؤال الثالث، يقول: اكتب مقالا موجزا عن تطور تعريف الفقه. والإجابة، تطورت دلالة الفقه على النحو الآتي: كان الفقه في البداية يطلق على الزهد وعلم الكلام. 2-
ثم تطور بعد ذلك ليدل على علم الآخرة ومعرفة دقائق النفس وآفاتها وما لها وما عليها. ثم انتقلت دلالته إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة بطريق النظر والتأمل، ثم انتهى إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، سواء أكانت تلك الأحكام معلومة من الدين بالضرورة أم مستفادة بطريق النظر والاستنباط أم مستفادة بطريق الاتباع والتقليد. نتابع السؤال الثالث أيضا، اكتب مقالا موجزا عن السمات والخصائص العامة للفقه الإسلامي. الإجابة: لما كان الفقه الإسلامي يقوم أساسا على الشريعة الإسلامية فقد اكتسب كثيرا من سماتها، ولذا فإن الفقه يتسم بأنه يرجع في أساسه إلى أنه وحي إلى وحي الله سبحانه وتعالى، ولذلك فكل فقه مقيد بمراعاة نصوص الشريعة الثابتة في الكتاب والسنة، وإلا فهو يعتمد على استلهام روح الشريعة ومبادئها وأصولها. كما لم تقتصر سيارة الفقه أو الأحكام الفقهية على افعل ولا تفعل، وإنما مهدت الشريعة لهذه الأحكام بوازع الدين والأخلاق. ونكتفي في هذه المحاضرة عند هذا الحد، ونستكمل الموضوع إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.